قل وتحسينها علما. أعيد، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما. نعرف من يصلي الفجر يوم وينقطع أيام، نعرف من يصلي الفجر يوما وينقطع أيام. فالصبر حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما. والصبر هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقاومة الشهوات ومقاومة الهوى في العلن وفي الخلوات. كم نصبر أمام الناس وإذا خلونا بالمحارم انتهكناها. وقالوا الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا شكوى معه. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. ولقد أمرنا الله بالصبر ونهانا عن ضده وأمرنا بالاستعانة به. أما في الأمر فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أما في النهي عن ضده فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أما بالأمر بالاستعانة به فقال الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأثنى الله على الصابرين وأخبر أنه يحبهم وكفاهم شرفا، أخبر أنه يحبهم وأنه معهم. أما الثناء فقال الله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما إخباره بحبه لهم ففي قوله والله يحب الصابرين، وقال في الأنفال مخبرا عن معيته لهم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن آيات الصبر أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه، ومن آيات الصبر التي مرت بنا أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه وأنه يؤتيهم أجرهم بغير حساب، بل أطلق البشرى لهم فلم يقيدها. فتأمل في هذه الآيات وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر من بشر الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. وجمع الله للصابرين من الفضل والأجور ما لم يجمعها لغيرهم، فقال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات وهدى ورحمة. قال السعدي رحمه الله أولئك أي الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون. ثم قال رحمه الله ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارة. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وما أعظم عناء الجازعين. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، حتى تتحقق مقاصدنا وآمالنا فلا بد من الصبر، وكما قيل من صبر ظفر. فلولا الصبر لما حصد الزراع بذره، ولما جنى الفارس ثمره، وكل ناجح لم ينجح إلا بصبره في تحقيق نجاحه. فلا عوائق ولا موانع تقف أمام الصابرين. قال أبو يعلى الموصلي إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قد يعثرون لكنهم سرعان ما ينهضون، قد يفشلون مرة ومرة لكن الصابرين لا ييأسون. لا ييأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أقول هذا من أراد أمرا من أمور الدنيا لا بد أن يصبر ويصابر، فكيف من أراد الفلاح بالآخرة؟ كيف من أراد الفلاح بالآخرة؟ كيف من أراد حور وقصور وحبور؟ فطلاب الجنان أولى بالصبر والتحمل. كيف وقد حملوا الأمانة
التي تنوء بحملها السماوات والأرض والجبال. عباد الله، إن أهل الإيمان أشد تعرضا للأذى والمحن والابتلاء في أموالهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم، لأنهم ينشدون الجنة وهي سلعة الله الغالية، فلا بد لها من ثمن ولا مفر من الثمن. إن الله اشترى وهم باعوا، ولقد دفع الثمن أهل الحق على مر العصور، فلا بد أن يدفعه من سار على طريقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. عباد الله، لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان، ولا بد حينها من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. لكن لماذا الابتلاء؟ قال أهل العلم: لأمور عدة. أولها تطهير الصفوف، كما قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن حكم البلاء أيضا تربية المؤمنين، ففي الابتلاء نضج وتقوية للصفوف وصقل للمعادن، كما قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكما قال الله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن حكم البلاء أيضا رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير للسيئات، فيخرجون من الابتلاء كيوم ولدتهم أمهاتهم. فالذنوب عباد الله لازمة للبشر، فمن رحمته تعالى ابتلاهم وتعاهدهم بالبلاء من حين إلى حين لتتحاط عنهم خطاياهم بالصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وإن كان الصبر ضرورة لأهل الإيمان، فهو أكثر وأشد ضرورة للرسل والأنبياء ومن سار على طريقهم من الأتباع الصادقين. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء ابتلاء. قال بأبي